تمرين ثاني حول القوى والكتابة العلمية. والله دائما ما نحاولش نعقد الأمور، نحاول نبسط الأمور. حدد قيمة العدد الصحيح نسبي أن في كل حالة، إذا خصنا نلقاو أن. الور هاد التمرين غنتصرف أنت واحد، غي نتحرك غيبان ليا وشنو ندير. عندنا 4 أس 2 أن، الحالة الأولى 4 أس 2 أن كتساوي 2 أس 8. إذا هنايا باش نلقى أن خص تكون عندي هنا 2 وهنا 2 أس نفس العدد. الور شنو كتعني هادي؟ يعني أيا لدينا، يعني الو 4 شنو هي؟ هي 2 أس 2، الكل أس 2 أن تساوي 2 أس 8. متفقين؟ يعني هنا نستعملوا الخاصية أ أس أن الكل أس أم، هي أ أس أن في أم، هذه هي الخاصية اللي نستعملوا. يعني هذه هي 2 أس 2 في 2 أن تساوي 2 أس 8. يعني 2 في 2 أن هي 4 أن تساوي 2 أس 8. إذن لاحظوا 2 أس 4 أن تساوي 2 أس 8، يعني 4 أن هي 8. ياك نبسطوا الأمور، يعني 4 أن هي 8. دونك باش نلقى أن خصني نضرب هنا في 1/4 ونضرب هنا في 1/4، 1/4 وهنا في 1/4. إذن غادي تساوي لنا هنا إلا ضربنا في 1/4 تبقى لنا أن، لأن 4 تختزل مع 4 تبقى أن، تساوي 8 في 1/4 هي 8/4 اللي هي 2. صافي لقينا الحالة الأولى أن كتساوي 2. نمشيو عند الحالة الثانية، دونك نصغر شوية ستيلو. زوج دونك لدينا 2 أس 2 أن في 64 تساوي 4 أس 8. إذن هنايا خصني تكون عندي 4 أس شي حاجة باش نلقى أن، 4 أس ياك. ألور يعني ألور هاد الزوج كيفاش ندير لها؟ كاين هاد الخاصية هادي، نستعمل هاد الخاصية هادي، أن في أم هي أ أس أن كل أس أم، يعني هي عندي 2 في أن هي 2 أس 2 الكل أس أن. دابا ندير العكس، لأن خصني نلقى 4، 2 أس 2 هي 4، 64 شنو هي؟ هي 8 أس، هي 4 في 4 في 4، يعني 4 أس 3، 64 هي 4 أس 3، ياك؟ إن 4 في 4 16 في 4 64 تساوي 4 أس 8. يعني ألور هنايا إلا درنا 2 أس 2 هي 4، خصني 4 أنا باش نلقى أن خصني 4، 4 أس أن في 4 أس 3 تساوي 4 أس 8. ألور هنايا إلا عندي أ أس أن في أ نفس الأساس أم، هنا كنجمع هي أ أس أن زائد أم، ماشي كندير الضرب بحال هادي، هنا جمع وهنا الضرب. إذن شنو غتولي؟ 4 أس أن في 4 أس 3 هي 4 أس أن زائد 3 كتساوي 4 أس 8. هي لاحظ عندي نفس الأساس، يعني الأس راه متساوي لأن العددين متساويين، يعني أن زائد 3 كيساوي 8. نطرحو 3 من هنا ومن هنا، يعني أن كيساوي 8 ناقص 3 اللي هي 5. صافي لقينا أن في الحالة الثانية. الحالة الثالثة، عوض أن بديك القيمة وغتلقى نفس النتيجة. إذا الحالة الثالثة ألور 9 أس أن ناقص 2 في 3 أس ناقص أن زائد 1 على 27 أس أن زائد 3، هذه هي المعطيات كتساوي 81. لدينا هذو هو المعطيات. يعني إذا خصني نلقى، باش نلقى أن خصني نلقى شي حاجة بحال هكا، أ أس أن كتساوي مثلا أ أس شي عادة هكا بحال هكا، وغادي تكون أن هو كا، في هذه الحالة غادي تكون أن هو كا. صحيح؟ لحقاش أ موجب وأن موجب وكا موجب كذلك. إذا نخدمو دابا هادشي، خصني نلقى شي عدد. دابا عندي هنا 3 وأنا عندي 9، نقدر نردها 9، نقدر نردها 3 بكل بساطة، و81 نقدر نردها كذلك
شي حاجه 3 اوس شي حاجه، وهنا كذلك نقدر نجبد 3. اذا 9 هي 3 اوس 2، هذه هي 9 ياك، وعندي اوس ان ناقص 2 متفقين، في 3 نخليها كما هي، اوس ناقص ان زائد 1 على 27 هي 3 في 3 في 3 يعني 3 اوس 3 كوس ان زائد 3. ها راني دابا هنا 3 هنا 3 هنا 3 قربت تساوي 81 هي 9 في 9، وهي 9 شنو هي؟ هي 3 اوس 2 في 3 اوس 2 هذه 81. يعني الوغ هنا ندير الخاصيه نتاع ا اوس ان كوس ان كتساوي ا اوس ان في ان، يعني تولي لنا 3 اوس 2 في ان زائد ناقص 2 2 في ان ناقص 2 ما ننساش الاقواس، في 3 اس ناقص ان زائد 1 على هنا كذلك الجداء 3 اس 3 في ان زائد 3 تساوي هنا نجمعوا الاسين 3 اس ا في 3 اس بي هي 3 اس ا زائد بي يعني 2 زائد 2. يعني الوغ هنا كذلك عندنا نفس الاساس نجمعوا الاس، اذا 3 هو الاساس، الاس هنا 2 ان ناقص 4 لأنها نضربه في زوج، جوج ان ناقص 4 نشرت هذه ونزيد عليها هذا الاس هذا، لان نجمعوا الاس لان عندنا نفس الاساس، اذا عندك ا اس ان في ا اس ام هي ا اس ان زائد ام، يعني كنجمعوا الاسين يعني 3 زائد هذا الاس هذا اللي هو ناقص ان زائد 1 على 3 أس اللي نشرنا هذه هي 3 أن زائد 3 في 3 زائد 9 مزيان تساوي هنا 3 أس 4 مزيان. يعني ألور نحسبو داكشي اللي الفوق، زوج أن ناقص أن هي أن ناقص 4 زائد 1 هي ناقص 3، أن ناقص 3 على 3 أس 3 أن زائد 9 تساوي 3 أس 4. يعني هانت دابا إلا عندي قاعدة أخرى، إلا عندي كتبها هنا، إلا عندي أ أس إن على أ أس إم هي أ أس إن ناقص إم، هذه هي العلاقة. إذا شنو غتولي لنا؟ تولي لنا 3 أس إن ناقص 3 ناقص 3 إن زائد 9 تساوي 3 أس 4. يعني نجمعوا داك الشيء اللي الفوق، 3 أس أن ناقص 3 أن هي ناقص 2 أن، ناقص 2 أن وناقص 3 ناقص 9 هي ناقص 12 تساوي 3 أس 4. يعني أنا قال لك حدد الصحيح النسبي، يعني أن يقدر يكون سالب، يعني ناقص 2 ان ناقص 12 تساوي 4 حقاش عندنا نفس الاساس ياك. يعني الى قسمنا كل شيء على ناقص 4، كل شيء نقسمو على ناقص 4 عفوا على ناقص 2، هنا الى قسمنا على ناقص 2 تبقى ان، هنا الى قسمنا على ناقص 2 تبقى زائد 6، هنا الى قسمنا على ناقص 2 تبقى ناقص 2، وهاد 6 ردوها منها تولي ناقص 6، يعني ان تساوي ناقص 6 ناقص 2 يعني تساوي ناقص 8 صحيح. اذا ان هي ناقص 8، الا بغيت تاكد عوض هنا ان بناقص 8 انت تولي ناقص 8 ناقص 2 هي ناقص 10، يعني تولي عندي 9 ناقص 10 اس ناقص 10 نكتبها هنا باش ندير غير التجربه، 9 اس ناقص 10 ياك ناقص عفوا في هنا 3 اس ناقص 8 تولي زائد 8، 8 زائد 1 هي 9، 3 اس 9 ياك على 27 هي 3 أس 2 وأن هي ناقص 8 زائد 3 هي ناقص 5، يعني 27 أس ناقص 5 تساوي خصني نحسب حتى نلقى 81 ياك، 9 أس ناقص 10 هذه 3 أس 2 لكل أس ناقص 10 هي 3 أس ناقص 20 حقاش 9 3 أس 2 لكل أس ناقص 10 هي ناقص 20 في 3 أس 9 على لتحت 27 هي 3 أس 3 في ناقص 5 هي ناقص 15، يعني 3 أس ناقص 15 تساوي، إذا الفوق نجمعوا الأسين
ثلاثة تسعة ناقص عشرين هي ناقص 11، والتحت ثلاثة أس ناقص 15. إذا طلع ناقص 15 الفوق تولي ثلاثة أس ناقص 11 في ثلاثة أس 15، ونجمعوا الأسين تولي لنا ثلاثة، 15 ناقص 11 هي 4، وثلاثة أس 4 هي ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة هي 81. يعني هذه يعني راه 100% عندي هذا الشيء صحيح 100%، يعني ان كيساوي ناقص 8. انا علاش جربت باش نبين لكم بان راني يعني الامور بسيطه جدا وراني غادي في طريق صحيحه، ما نتخلع ما والو، متفقين؟ يعني من تكون تخدم التمارين وعندك ثقه في النفس احسن من انك تخدمه وانت بدون ثقه في النفس. اذا ضروري خصك تكون عندك ثقه في النفس، واكدت لك هنا باش تطمئن. صافي نمشيو عند الحاله 4، ودائما من تشك في راسك جرب باش تطمئن. صحيح. اذا الحاله رقم 4 لدينا، دونك 4 في 5 أس أن زائد 5 أس أن زائد 1 زائد 5 أس أن زائد 2 تساوي 20 أس أن في 31. ألور باش نقدر نلقى ان خصني ضروري شي حاجه اس ان كتساوي بي اس كا، عفوا ا اس كا، خصني نلقى بحال هكا ويولي ان هي كا، خصني نلقى بحال هكا. صحيح. اذا 4 نقدر نكتبها زوج اس زوج، نقدر نخليها 4 ماشي مشكل. حتى نشوف هنا 5 اس ان هي 5 اس ان، نقدر ندير فيه واحد باش نعمل بها، زائد هنا غنستعملوا الخاصيه اللي كتقول اذا كان عندي ا اس ان زائد ان هي ا اس ان في ا اس ام، والعكس صحيح. اذا هنا 5 اس ان زائد 1 هي 5 اس ان في 5 اس 1 زائد هنا 5 اس ان كذلك بنفس الطريقه في 5 اس 2 تساوي 20. شنو هي 20؟ هي 4 في 5، 20 هي 4 في 5، نقدر نكتب نخليها ك 4 في 5 الكلوس ان في 31، يعني كما تخلعوا ما والو. الوغ زوج اس زوج نخليها زوج اس زوج في 5 اس ان، هنا عامل مشترك 5 اس ان 5 اس ان 5 اس ان، اذا نعمل ب 5 اس ان ها هي شنو يبقى؟ يبقى هنا 1 زائد 5 اس 1 هي 5 زائد 5 اس 2 هي 25 تساوي، هذه نستعمل الخاصية أ في بي الكل أس أن هي أ أس أن في بي أس أن، إذا 4 أس أن في 5 أس أن في 31، يعني جوج أس جوج تساوي عفوا في 5 أس أن في 1 زائد 5 زائد 25 هي 31 تساوي 4 هي زوج أس زوج كلوس أن في 5 أس أن هي 5 أس أن في 31. إذن إلا كتلاحظوا هنا عندي 31 هنا وهنا، نقدر نشطب عليهم، ها هو 31 كاين هنا وكاين هنا، ونقدر 5 أس أن كاين هنا وكاين هنا. علاش هاد القاعدة؟ إذا كان عندك مثلا مكتوب هنا، إذا كان عندك كا في أ تساوي كا في بي، كا كاين هنا وكاين هنا، يعني أ تساوي بي، لحقاش إذا كانت أ تساوي بي فإن كا أ تساوي كا بي، يعني واضحة هادي ياك، يعني اختزل ب 31 و 31 5 أن 5 أن، شنو تبقى؟ تبقى جوج أس جوج تساوي جوج أس جوج أن، لأن جوج جوج كل أس أن هي جوج أس جوج أن. ألور شنو المعنى ديال هادي؟ أن زوج كتساوي جوج أن، يعني عندي نفس الأساس، يعني إثنان تساوي إثنان أن. ألور نضرب واحد على جوج طرفين، يعني تولي لنا واحد على واحد هي أن. طيب إلا كان جوج زوج أن، ضربنا في واحد على جوج، واحد على جوج، تولي واحد هي أن. إلا بغيت تأكد وتطمئن وترتاح، نتأكدوها أنت، نعوضوا ان بواحد، يعني تولي لنا 4 في 5 اس 1 زائد 5 اس 2 زائد 5 اس 3
هنا تولي 1 + 2 = 5 أس 3 تساوي 20 أس 21 في 31. خصنا نلقاو هادشي صحاح متساوي هاك، ألو 4 × 5 + 25 + 5 × 25 = 525. خصني نلقاها تساوي هادي، يعني 20 × 31 دونك جوج دونك 2 و 620، يعني خصني نلقى هادشي صحيح. على 4 × 5 + 25 = 30، 30 + 125 = 155 ياك. ممكن نعاود هنا 130 155 ياك. خصني نلقى هادشي صحيح. الور 4 × 155 400 600 و 425 620، يعني 620 كتساوي 620. إذا هادشي اللي درتو راه صحيح 100%. دونك باش نتأكدو باش نطمئنو نجربو. إذا انتهى التمرين، نتلاقاو إن شاء الله في تمرين 3. لا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب ثم التسجيل في القناة عن طريق هذا الزر ليصلك الجديد، ثم إرسال الموقع إلى أصدقائك عن طريق المواقع الاجتماعية. إلى اللقاء.